اهلا ومرحبا بكم في عدد جديد ديال ماستروك. في هذا العدد غادي نهضروا على واحد الجسم الفضائي اللي كنقدروا نشوفوه كل نهار فوق راسنا، واللي هو القمر. قبل ما ندخلوا في التفاصيل ديال الفيديو، بغيت نشكر بزاف كاع 85 الابوني اللي كاينين في لاشين دابا ديال ماستروك، وما تنساوش تبارطاجيو كاع الفيديو اللي كاينين في هاد لاشين اصدقاء ديالكم او الافراد العائله اللي حتى هما يقدروا انهم يهتموا بهاد المواضيع ديال الفضاء اللي كنحاول انني نبسطها لكم بالدارجه. القمر هو من الاجسام الفضائيه اللي في النظام الشمسي ديالنا، اللي كيخلي ان الحياه كاينه اليوم في الارض. لحقاش بفضل القمر كاينين 4 ديال الفصول، المد والجزر ديال المحيطات وطول النهار فيه. في هذا الفيديو غادي نحاولوا نعرفوا من فوقاش القمر كيتبع الارض في الفضاء، وكيفاش تكون بفضل النظريات العلميه اللي معروفين اليوم. اول حاجه نقدروا نبداو بها هما اننا نعرفوا شنو هما المعلومات اللي متاكدين منهم العلماء بدون شك. كوكب الارض عنده قمر واحد اللي بين مجموعه الاقمار الصخريه عامر بفوهات او كراترز والجبال. الحجم ديال القمر تقريبا الربع ديال الارض، اللي قطر ديالو 3476 كيلومتر، والمسافه من بيننا والقمر كتقارب 384400 كيلومتر. القمر راه ساتليت طبيعي ديال الارض اللي كنقدروا نشوفوه من عينينا كل نهار، وراه كيدور على الارض في مدار ديال 24 يوم تقريبا. درجات الحراره اللي كتقدر تكون في القمر راه سخونه بزاف في النهار، كتقدر توصل حتى 127 درجه، ولكن بالليل كتبقى الدرجه حتى ناقص 150 درجه. ورا القمر حتى هو عنده الجاذبيه ديالو، ولكن ضعيفه بزاف، كتقدر توصل حتى السدس ديال الجاذبيه اللي في الارض. يعني الا كان الوزن ديالكم هو 100 كيلو في الارض، راه في القمر غادي توزنوا غير 16 كيلو. ورا بفضل هاد الجاذبيه الضعيفه ديال القمر كاين المد والجزر ديال المحيطات ديال الارض اللي مهمين لاستمرار الحياه في الارض. القمر كيبان لنا بالليل مضوي بزاف، لحقاش هو كيعاكس اشعه الشمس اللي كتضرب فيه، والشكل ديالو كيتبدل بالنسبه لينا حيت القمر كيدور على الارض، ولكن الاشعه ديال الشمس اللي كيضربوا فيه كيبجيو من نفس البلاصه. اذا الشكل ديالو كيتبدل في المدار ديالو، وحنا اللي في الارض كنشوفوا نفس الجنب ديال القمر، واخا راه القمر كيدور على راسو. لحقاش سرعه دوران القمر على الارض تقريبا كتسوى سرعه دوران القمر على راسو. ايوا من هادشي كله منين جا القمر؟ راه حتى العلماء ما عندهمش جواب نهائي على هاد السؤال، وعندهم بزاف ديال النظريات اللي كيحاولوا يثبتوها بفضل المهمات الفضائيه للسطح ديال القمر. اول مهمه فضائيه اللي نجحات وتحطات في السطح ديال القمر كانت في 1966، اللي سميتها لونا 9 ديال الاتحاد السوفيتي، واللي خدات اول تصويره من السطح ديال القمر. وأول مهمة فضائية اللي قدرت تجيب الإنسان حتى القمر هي المهمة الأمريكانية أبولو 11 في 1969، واللي جابت معها ثلاثة ديال الرجال الفضاء مايكل كولينز، إدوين ألدرين، ونيل أمسترونغ، اللي معروف بأنه أول واحد في تاريخ الإنسانية اللي قدر يتمشى في سطح ديال القمر. وقال هاد الجملة اللي معروفة: خطوة صغيرة للرجل، قفزة عملاقة للبشرية. One small step for a man, one giant leap for mankind. ورا بفضل هاد المهمة الفضائية اللي جابوا معاهم أول عينة من سطح ديال القمر، اللي من بعد ما حلوها لقاو بأن الصخور اللي في القمر عندهم نفس النظائر ديال الأكسجين، أكسجين آيزوتوبس، اللي كاينين في الأرض. وهاد النتيجة خلت أن العلماء أنهم يثبتوا أن القمر متكون من نفس الصخور اللي كاينين في الأرض، وقدو يحسبوا العمر ديال القمر اللي هو 4.5 ملايير السنين. اليوم العلماء باقي ما عارفينش بالضبط كيفاش القمر تكون، والنظرية اللي مشهورة اليوم هي أن القمر تكون بعد واحد الحادث الفضائي، باش الأرض وواحد الجسم ديال الحجم ديال مارس اللي سماوه تيا تساطحوا، وهذا التصادم كان قوي لدرجة أنه ميل المحور دوران ديال الأرض 23 درجة، اللي بفضلو عندنا 4 ديال الفصول. وهذا التصادم صيفط بزاف ديال القطاع ديال الأرض في الفضاء اللي تجمعوا مع الوقت بفضل الجاذبية ديال الأرض، ونجوا القمر اللي كنعرفوا اليوم. باش يحاولوا العلماء أنهم يثبتوا لهاد النظرية ويعرفوا منين جا القمر، غادي يصيفطوا مهمة فضائية جديدة في المستقبل القريب بفضل المشروع ديال النازا أرتميس، اللي غادي يصيفط أول مرأة في سطح ديال القمر.
ايوا الا بغيتو تتابعوا معايا هذا المشروع ديال ارتميس ما تنساوش تابوناو في لاشين ماستروك اول شين ديال الاسترونومي بالدارجه وتلايكو وتكومونتيو في هذا الفيديو وتبارطاجيوه على اصدقاء ديالكم والافراد العائله. باي باي.